هي دعوة إلى قيم الإسلام السامية التي أصل لها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هي دعوة إلى الإيجابية في المجتمع دون تطرف ولا تسيب ولا إفراط ولا تفريط في قيمنا الإسلامية السمحة. هي دعوة إلى التعاون والتآزر والتكاتف والتآلف وحب الخير ودرء الاختلاف وحسن الجوار والتعايش السلمي. هي دعوة إلى رفعة الأخلاق من أجل بناء مجتمع متفاهم. هي دعوة إلى الخير نلتقي من خلاله بكوكبة من علماء وأساتذة ومثقفي هذه المدينة المباركة، مدينة العلم والعلماء الموصل الحدباء. انتظرونا في رمضان على شاشة قناة الموصلية الفضائية مع برنامج يدعونا إلى الخير.